السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الأخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم كلكم تكونوا على خير وبخير، ويلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال يا ربي آمين. أنا اليوم جيت نشارك معكم هذا الدرس المتواضع من دروس تعلم الطرز باليد. كنتمنى أنكم تقبلوا عليا وتقبلوا على الشرح ديالي. أنا أختكم، أنا كنتعلم معكم. أنا كنت كنخدمه بحكم أن مدة طويلة ما خدمتش فيه، لهذا شحال من حاجة كتنسى عليك، وبحكم ان الطرز الماكينه داي لي وقتي كامل، لهذا كنعطي لكم غير الدروس ديال التعلم. انا ما كنخدموش، ولكن معكم ان شاء الله باذن الله غادي نتحداو وغادي نطبقوا انا وياكم رشمه اللي غادي تكون مكموله. نتبع معكم بعد اطار باغ اطار باش تكملوا التعلم ديال الطرز، وديك الساعه ان شاء الله باذن الله غنخدموا مع بعضياتنا رشمه فيها كل ما يتعلق بالطرز باليد، وغنديروها تحدي مع بعضياتنا ونبداو على بركه الله. هانتوما البنات كما كتلاحظوا، هادي احنا رشمناها غير صغيره غير باش نوريكم غير الطريقه. نتوما حاولوا ترشموها الورده، رشموها من اللي تكون عندكم في الرشمه، وديروا الخراج ورشموها. هنايا ان شاء الله غنديروا التويتات، نوريكم غير طريقه الورده. والا بغيتوا ديروا بحال هكا باش تعرفوا راسكم الغرزات اللي غادي تضربوا فيهم، بحال هكا كتعطيو غير فكره لراسكم. ها هو الخيط البنات، الحرير اللي عندنا على كملو، ما مبرومش غير مغزول، يعني غير واحد هي دوره واحده، بحال اللي كنديروا هي دوره واحده. تنجبدوه بحال هكا ملي تنبرموه في رجلينا، تنجبدوه بحال هكا، تنجبدوه غير باش كيعطينا يعني داك ما يبقاش كيتعقد لينا. ونبداو على بركه الله. هانتوما كما كتلاحظوا انا غادي نبدا من هنا بحال هكا، سمحوا لي بحال هكا، كنخشي الخيط في ديك العينينات ديالنا. بسم الله، هانتوما غادي نبداو كندورو هاد الدوره البنات اللي درنا فيها، غنضربو من التحت، وهنا غادي نشرفو داك الوريده ديالنا. هانتوما نتمنى يوضح ليكم. هانتوما ممكن البنات انكم ديروا لها بحال هكا، دخلوا من هنا خرجوا من هنا، عاوتاني تدخلوا من هنا تخرجوا من هنا، يعني كتبقاو من الاسفل الاعلى، يعني كتبقاو تخشيو الخيط من هنا من التحت، عاوتاني ثم تدور على الورده بحال هكا. حتى هي تجي طريقه جميله وسهله. انا ما تنفضلهاش هكا، كنفضلها بحال هكا. انا ولفت كنخدم بحال هكا باش بحال اللي كنضبط يعني القياس ديالي هكا في مره، وتنخرجها الطريقه اللي جاتكم البنات سهله، خدموا بيها. ثم نتمنى الصوره توضح. ثم تنضربوا، تبقاو تنضربوا بحال هكا، حنا رحنا تنضربوا هنايا. نتوما كتشوفوا شفتوا هاد الدويوره اللي عندنا، غنبقاو ماشيين على هاد الدويوره، ولكن من هنا راه حنا تنشكلوا الشكل ديال الورده ديالنا اللي حنا محتاجين ليها. ثم انتوما انا كنتمنى انكم تقبلوا على الشرح ديالي، كنبغي نوصل لكم البنات هي الفكره. نتوما ان شاء الله باذن الله غادي تفنوا وغادي غادي تخدموها ان شاء الله باذن الله احسن من هكا. نتوما دابا غادي نقزوا الورده اخرى، طلعني الا لاحظتوا غير واحد الشويه هنا باش غنبداو بحال اللي كنمشيو للورده اخرى. نتوما بقاو ماشيين هكا، حنا كنضربوا هنايا الغرزه حدا اختها، والفوق عاوتاني متبعين الرشمه ديالنا. حاولوا البنات ترشموا بالخراج بالرشيمه ديالكم باش ما تعذبكمش، باش تجيكم مضبوطه
تقدروا تخدموها مضبوطة ان شاء الله باذن الله وتفهموها دغيا انتما. البنات اللي ما فهمتش شي حاجة مية مرحبا، بغات تواصل معايا انا مستعدة نسمع ليها. نعاود نشرح ليها ما عنديش مشكل، احنا يا راه مع بعضياتنا. انا كيفرحني الكومنتير ديالكم اللي كتواصلوا معايا وكتخليوا ليا كومنتير على انكم استفدتوا، هذه شي حاجه كتفرحني. ما تصوروش قداش كتفرحوني اللي كنحس بانني كندير واحد العمل اللي هو كنتمنى من الله سبحانه وتعالى انه يثبت لي الاجر فيه. حيت تعلم البنات قبل ما تكون شي حاجه يعني اللي غادي تستفد منها، مثلا تستفدي منها ماديا راه كتستفدي منها مع الله سبحانه وتعالى، راه الاجر افضل من اي حاجه. وكنشكركم بزاف البنات اللي كيقولوا في حقي كلام مزيان، وكنشكر البنات اللي كيخليوا لي دعاوي الخير في الفيس وفي واتساب، كيتواصلوا معايا في واتساب وكيخليوا لي دعاوي الخير، الله يجازيهم كل الخير. كنقول لهم ولكم بالمثل باذن الله، اي حد دعا معايا بدعوه الخير الله يكرمه ويخلي ليه صحيحته. انتما البنات انتما، نتمنى الصوره راه بدات كتوضح لنا الوريضه ديالنا. نبقاو ماشيين هكا، انا كنحاول انني نمشي معكم دقه دقه باش تكونوا مركزين معايا في التعلم، تفهموا. نتمنى الصورة تكون وضحات. ثم بقاو ماشيين، كتبقاو البنات كدورو هادي الوردة، هي تا حاجة سهلة، ولكن أتقاو مثلا هانتوما هي كدورو من الفوق، نتوما كدورو كتمشيو مثلا هانتوما دقة حتى دقة حتى دقة بحال هكا. وهنا كنحسو بأننا بدات هاد البلاصة كضيق لينا، كنضربو في نفس البلاصة هي باش تكون لينا الوريضه ديالنا اللي حنا باغيين. الحاجه اللي كنأكد عليها، برموا الخيط البنات، برموا الخيط باش تجيكم الخدمه تساعدكم باش ما تعذبكمش، هذه اهم حاجه. وتعيو من الورده، انا ما بغيتكمش تعيو منها حتى تتقنوها ان شاء الله باذن الله. هانتوما كنبقاو ماشيين كنرجعوا، حيت الخيط البنات ملي كيكون محلول بحال شكل كيتعقد. داكشي كنقول لكم خدموه مبروم البنات باش ما تعذبوش وتعياو منها. انا ما يعني ما عنديش الربح انكم تعياو منها، عندي الربح انكم طبقوها وتجيبوها كيما يعني تجيبوها ان شاء الله احسن من الطريقه ديالي، وتقنوها وتواصلوا معايا وتقولوا لي تقنا الورده وهكيفاش جبناها وهكيفاش جبناها، هادي شي حاجه كتفرحني. هانتوما غنبدلو الخيط ديالنا، سالو هانتوما هاهو، بدلوه بهاد الطريقه، نعقدو العقيده ديالنا هنا هاهي صافي. هانتوما انا تعمدت نبدل معاكم الخيط، كنجيو لهنا نضربو هنا حدا فين الغريزه فين حبسنا كما كتلاحظوا هانتوما، ودائما غنخشيو في العينينات ديالنا وغنكملوا الطريقه ديالنا. دائما البنات بدلوا الخيط هنا، ممكن انكم تعقدوه وتخشيوه من تحت الثوب، ولكن انا كنفضل داك حيت حنا بارمين وعندنا داك العينينه وداك الشيء صافي، كيبقى لنا ديك العينينه يمكننا نخدمو عليها. هانتوما البنات ملي كنحسو بان الورده عندنا هنا لي سباس بزاف وهنا غير شويه، كنبداو شوفو كنضرب في نفس الضربه
هانتوما نيته هذه اللي ضربت فيها انا قبيله، غنعاود نضرب فيها باش نكون الدوره ديال الورده ديالي. هانتوما باش كنبقى بحال شكل هذا، غير شويه ماشي بزاف البنات. هاد الورده هذه انا بغيتها تجي هكا بهاد الطريقه. نتوما بالنسبه لاي طرس نزلتو لكم البنات راه غير التركيز، غير التركيز والله تتفهموه ان شاء الله باذن الله، وتجيبوه من اروع ما يكون. شويه ديال التركيز وما يكون غير الخير باذن الله. هانتوما بنات انا نكمل هادو باش ما نطولش عليكم. نتوما نكمل معاكم هادي باش تعرفوا بان الورده كنبقاو كندورو معاها فين كنوصلوا للاخر راه كتبقى ماشيه وكتضيقنا كتضيقنا هاد المسافه هادي طبعا بقوه الخدمه، حيت الورده دايره ولكن هذيك البلاصه ديك الشرارف اللي عندنا في الورده بحال كيضيقوا هاد البلاصه. نكمل معاكم هادي، نتمنى البنات ان الفكره توصل، هادي اهم حاجه. ثم يبقات لنا هادي اللي غادي تحرف لنا فيها في الاخر، ما غتحرفناش فيها باذن الله. غنبقاو ماشيين كنضربوا من الفوق كنشرفوا ديك الشريرفات ديالنا باش نكونوا الورده، ولكن هنا كنضربوا تقريبا في نفس البلاصه حيت باقي لنا المسافه، باقي لنا المسافه كبيره هنايا. ثم ثم نتمنى ان الشرح يوصل وان الصوره توصل. ثم نقوم نضربوا هكا اللي كنا كنضربوا في الاول حتى نكملوا بحال اللي كنا كنضربوا في الاول حتى نكملوا الورده. هانتوما كما كتلاحظوا ما بقالناش بزاف، بقات لنا واحد طريبه غير باش نرتقوا، ولا يمكن جوج، مهم باش نرتقوا الورده ديالنا. نتوما كتشوفوا حنا سالينا الوريده ديالنا كما كتلاحظوا. ها الورده كما كتشوفوا، كنتمنى تقبلوا عليا على الشرح ديالي. انا قلت لكم انا رات انا نتعلم معكم بحكم ان مده طويله ما خدمتش الطرس باليد. كما كتلاحظوا انا بدلت الخيط، نخدم معكم تويتات هنايا باش نعمروها. الخيط عادي مبروم عادي كما مولفه كنقول لكم دائما عليكم الاول. طبعا نبداو على بركه الله كما كتلاحظوا نفس الطريقه اللي خدمنا بها الورده، نفس البرامات الخيط نفس كلشي. ها حنا عقدنا البنات بحال هكا، رتقنا الخيط واحد جوج، نرجعوا نفس التقبه ديالنا. شفتوا هادو من اسهل ما يكون. كنرجعوا نطلعوا الخيط، كنشدوا الخيط بحال هكا الاول يبرا واحد جوج، نرجعوا نفس التقبه اللي طلعنا منها، سمحوا لي نفس التقبه اللي طلعنا منها الخيط. هادوك البنات هادو كيحتاج الخيط ما مبرومش، ولكن هادو خاصهم الخيط يكون مبروم شويه بحال هكا جوج، رجعوا نفس التقبه ديالنا اللي طلعنا منها الخيط ونجبدو. هانتوما عاوتاني واحد جوج نفس التقبه ديالنا، كنرجعوها واحد جوج نفس التقبه اللي خرجنا منها الخيط. هادو من اسهل ما يكون، كيجيو كيحمقوا البنات كيجيو مزيونين الطريقه ديالهم ديال الخدمه.
واحد جوج، انا كندير غير جوج، ممكن ديري ثلاثه، ممكن ديري اللي بغيتي. بغيتي تجيك ديك كفاش فاش عامره، قياس اللي بغيتو غادي تخدموه. واحد حولي نتوما تتشدوا الخيط بحال هكا، واحد جوج نتوما، واحد جوج. كنحاول نقرب لكم الوردة للكاميرا مزيان، نتوما واحد جوج دائما طلع الخيط. هانتوما ساهله البنات، تتشي الخدمه ديالها مزيونه، تعمري بها اللي بغيتي وتخدمي بها اللي بغيتي. هذه ممكن انك تكون عندك خدامه بالجوهر وتخدميها، ممكن نتوما كنحاول نعمر هذا. واحد جوج كنعاودو نرجعو لنا، انا جاتني هذيك عاليه، نتوما بقاو ماشيين هكا حتى نعمرو هاد العشيش اللي عندنا كامل. انا نوريكم غير هنا، من بعد نكملو بالتعمار. هانتوما كيفاش كتجي، نتوما راكم غادي تجيبوها تبارك الله غزاله. انا قلت لكم بحكم انني كتقرا رد بالك الكاميرا ورد بالك الخدمه، نتوما ان شاء الله غادي تركزوا معاها وغادي تجيبوها ان شاء الله الخدمه احسن من هاد الورده. حتى هاد فاش فاش ان شاء الله غيجيكم غزال، نتوما تيجي غزال البنات. هاد الطريقه د هاد العشيوشين تيجيو فني، جوج نفس الثقبه نتوما. ان شاء الله اسمحوا لي درت ثلاثه، ان شاء الله جايين مراحل اخرى. غادي نوريكم مرحله بمرحله حتى نوصلوا انا وياكم ان شاء الله للمرحله اللي غادي نخدموا فيها رشمه كامله بالطرز باليد، فيها الانواع يعني الورده العريه، غنديروا فيها رشمه، غنديروها تحدي مع بعضياتنا وغنديروا فيها الخدمه كامله وتويتات وليبريد، ندخلوا فيها تحدي كامل كل ما يتعلق بالطرز باليد، ونخدموها مع بعضياتنا ونشوفوا النتيجه في الاخر ان شاء الله باذن الله. نتوما نتمنى تكونوا استفدتوا، انا كنحاول انني نزيد لكم، هي سهله من اسهل ما يكون. نتوما البنات انا راجعني الخيط نيشان مع العشيوش ديالي اللي ساليتو كما كتلاحظوا. وهذا هو الشكل ديال الورده، نقرب لكم سمحوا لي كما كتلاحظوا، شفتوا كيفاش جات، جات من اروع ما يكون. جا هذاك العشيوش غزال، جات فيها الخدمه الطاقه حتى اختاها. هكا ان شاء الله بنات هكا خصكم تخدموها، غتخدموا احسن منها ان شاء الله باذن الله، غتقنوها عليا. وكان هذا هو، كان هذا هو الدرس المتواضع ديال اليوم. سمحوا لي بزاف طولت عليكم، كنتمنى بنات انكم تستفدوا، وما تنساونيش البنات بلايك الفيديو، واللي مازال ما اشتركش اشترك وتفعل الجرس باش يوصلها كل ما هو جديد. انا دائما معكم بالجديد، ما تبخلوش عليا البنات باشتراك في القناه وكومونتير زوين في حالكم ولايك الفيديو باش تشجعوني نعطي اكثر. سمحوا لي بزاف طولت عليكم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.